سارة، قبل ما نعرف يومك عايزاكي تقولي الو. الو علي صوتك. الو ايوه يا ساره ايوه يا ماما يا عيادي بس الفرحه والسعاده والابتسامه الف مبروك لنهله وساره والفرقه والجهاز الفني والاداره وكل السبورت اللي انتوا شفتوه وكل المجهود اللي عملتوه. انا سعيده جدا جدا بيكم لانكم فرقه فعلا متكامله، وتعبتوا وربنا اداكوا على قد تعبكم. الف الف مبروك. ونهله بنت جميله وقد ايه هي بتلم الفرقه كلها، وازاي بيبقى في تفاهم بينهم وازاي بتقدر تحل المشاكل. هي فعلا فعلا يعني كابتن فريق محترمه وتستاهل المكان اللي هي. ربنا يخلي حضرتك يا طنط. ربنا يخلي حضرتك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله شرفتينا باتصالك. والله شفتي السعاده اللي على وشها مش طبيعيه. طبعا انا كنت لعيبه قديمه، وانا كنت بخلي ساره تلعب من وهي عندها 7 سنين بالظبط. واو. وهي ابتدت تلعب 7 سنين، والحمد لله الموهبه طلعت فيها وقدرت انها تثبت في مكانها في المنتخب وفي اي نادي كانت فيه. بس طبعا مع النادي الاهلي وصلت لبطولات جميله وحاجه يعني مشرفه الحمد لله. انا عايزه اعرف حضرتك تتعاملي معاها ازاي بقى في البيت قبل البطولات؟ تبقى بقى متوتره، بتهتمي باكلها زياده، بتتعاملي معاها ازاي؟ ترى عندها ميزه ان هي عندها ثبات انفعالي ما شاء الله. بتقدر في اوقات الصعبه واوقات، وحتى ده بيبان في الماتشات لما بيبقى فيه وقت حرج او فيه نقط او فيه ماتش او جيم خلاص هيضيع، بتقدر انها تثبت نفسها وتهدى وتهدي فرقتها وتشجعهم في نفس الوقت. وبعدين بنقدر نوصل بقى للمكسب، لان الثبات الانفعالي في الاوقات الصعبه دي مهم جدا جدا عشان نقدر نعديها ونقدر نكسب يعني. فدي ميزه عندها. وبرضه نهله عندها نفس الميزه انها تعرف ازاي يلموا الملعب ويقدروا ان هم يلموا اعصابهم، واي صعوبات تقابلهم بيقدروا ان هم يعدوها وبنكسب الحمد لله. فدي بتبقى ميزه في اللعيب يعني نادره، مش في كل الناس، بس هي موجوده في نهله وساره الحمد لله. الحمد لله. طب بس لكن هي ما فيش توتر الحمد لله، هي بتبقى مركزه تسمع الكلام، يعني بتبقى ديفوتد قوي للتمرين جدا، بتبقى ديفوتد جدا ان هي تبقى عايزه توصل وعايزه تسمع الكلام وعايزه توصل لنتيجه، فبتأدي صح الحمد لله. الحمد لله. هي بصي سعادتها مش طبيعيه يعني طبعا يعني. طب برضو اكيد بتهتمي برضو بتوفير جو هادي ليها، بتظبطيها اكيد في الاكل اكتر. لا اكيد طبعا. طبعا اكيد اتغذي يا بنتي وكده عشان عندك بطوله ويعني. طبعا. لا 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 دي حاجات من زمان واحنا فعلا بنهتم بالموضوع ده، لان يعني بيعتبر يعني اهم حاجه في حياتها هو الفولي غير الشغل طبعا. لكن الفولي ده له ستايل معين، عيشه تانية خالص. لازم ان هي يتهيأ لها الجو كله بكل بقى ما يحتوي بقى فنيا واداريا من النادي. أوكي. وهي بالنسبه لها تشتغل على نفسها، لو في قصور في اي حاجه بتاخد بالها منها، بتقوي نفسها، بتعمل حاجه بره ما شاء الله علشان بس تقدر انها ترفع اسم النادي. هي بتفتن اهي وبتقول ان حضرتك في السفر بره كمان بتبقي اكتر بالذات تحديدا. بعد السفر كده لما ارجع بقى خلاص بقى يا ماما يلا، او قبل البطوله عامه قبل ما اسافر، ماما يلا بقى عشان الاكل ده هيوحشني قوي. اعملي بموت في ملوخيه. محشي كده الاكل. كلنا بنحب الملوخيه دي رائعه. ليها بعض الاكلات كده. بس يعني هي فعلا في اوقات يعني لازم تبقى مهتمه، لو في حاجه في الميزان لا لازم انزل شويه عشان ابقى اخف عشان اقدر انط. يعني هي بتاخد بالها وبتخليني اساعدها في حاجه زي كده يعني. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنبارك لك طبعا على التربية اللي زي العسل اللي انت ربيتيها لسارة دي.